اهلا بيكم متابعين قناه منزلي، اتمنى تكونوا بالف خير. في فيديو النهارده هفرجكم على مجموعه من الادوات المنزليه الحديثه اللي مفيش اي ست بيت تقدر انها تستغنى عنها. كلنا نتمنى ان احنا يكون عندنا كل الادوات دي في المطبخ عشان تسهل علينا وتخلي حياتنا اسهل، ونقدر ان احنا ننجز المهام اليوميه بتاعتنا بوقت قليل وبجهد اقل. هفرجكم النهاردة على مجموعة من الحيل والأفكار الكتير اللي تقدر ان انت تشوفيها معايا، هتخلي معاكي الحياة أسهل بكتير قوي، وهتخليكي تبصي على الأعمال المنزلية بتاعتك بنظرة مختلفة، وهي نظرة ال10 دقايق. دايما انا بكلمكم عنها في الفيديوهات بتاعتي، وهي ان انت تشوفي اي حاجة في البيت عندك هتاخد منك مجرد 10 دقايق بس تعمليها فورا بدون اي تفكير. مثلا تنظيف الحوض هياخد منك 10 دقايق هتعمليها على طول، مثلا غسيل شوية أطباق في الحوض 10 دقايق تعمليهم على طول، تطبيق الغسيل هياخد منك 10 دقايق، أي حاجة هتاخد منك 10 دقايق هتعمليها، وفي النهاية هتلاقي إن البيت بتاعك على طول بقى مترتب وبقى منظم بدون أي مجهود كبير منك، ومش هتلاقي عندك تراكمات كتير قوي محتاجة إن انت تعمليها مرة واحدة. وكمان في فيديو النهاردة هنتفرج بقى مع بعض على ادوات هتساعدنا ان احنا ننجز كمان ال10 دقايق اللي انا بكلمكم عليهم دول في وقت اقل بكتير قوي. طبعا الادوات الكهربائية بتنجز في الوقت بشكل رهيب، يعني انا انصح اي ست بيت انها دايما تستثمر فلوسها في انها تشتري اي جهاز كهربائي، هيوفر عليها كتير قوي 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 في الوقت وفي المجهود. يعني بدل ما مثلا ما بتعملي الاكل بايدك او بتعجني حاجة بايدك، لا هاتي عجان، في بدائل الحاجات دي كتير قوي. الاجهزه الكهربائيه يا جماعه بتوفر في الصحه كتير قوي، بتوفر في الوقت بشكل فظيع. وكمان هوريكم مجموعه من الادوات المنزليه مش كهربائيه، بس هي ادوات مفيش اي ست بيت تقدر انها تستغنى عنها، وبنكون محتاجين كتير قوي لمنظمات او لادوات بالشكل ده انها تخلي حياتنا اسهل بشكل حلو. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي وعجبتك فكره الفيديوهات بتاعتنا، اتمنى ان انت تدعميني وتدعمي القناه وتنزلي تشتركي وتدوسي على زر اللايك للفيديو لو الفيديو بتاعنا عجبك وعجبك الكلام اللي انا بقوله لك، وتدوسي على زر السبسكرايب او الاشتراك عشان تشتركي معانا. ان شاء الله بننزل فيديوهات يوميه عن الادوات المنزليه الحديثه الصينيه، ودايما هنكون متابعين معاكي بكل الجديد في الادوات المنزليه الحديثه. وكمان في اخر الفيديو هقول لكم ازاي تقدروا تحصلوا على المنتجات المنزلية دي، فتابع معايا الفيديو ويلا بينا نبدأ. وهنشوف مع بعض الاداة دي، هي اداة بلاستيكية تقدري من خلالها ان انت تتحكمي في تشكيل العجاين او اي حاجة انت بتحبي ان انت تشكليها، مثلا ممكن تشكليها لدوائر او لصوابع على حسب ما انت بتحبي. بتقدري تعملي ده بكل سهولة، وكمان تنظيفها بيكون سهل جدا. ودي اداة تنظيف كرسي الحمام. الأداة دي بتتميز بأن هي بتستخدم مرة واحدة وبتترمي، بنستخدم السفنجة زي ما انتوا شايفين في تنظيف الكرسي مرة واحدة، هي بيكون موجود فيها المواد المنظفة، مش بتحتاج ان انت تحطي اي مواد منظفة، وبتستخدميها الاستخدام المرة الواحدة وبتقومي برميها بكل سهولة وبدون ما تلمسيها كمان. ودي مقشرة بتكون عريضة شوية بتستخدم في تنظيف قشور الأسماك بحيث ان هي تخلصنا من القشور في أسرع وقت. ودي حافظة بلاستيك بسوستة صغيرة جدا، حجمها صغير، بتقدر ان انت تستخدميها في شنطة الايد، بتنظمي بيها اي حاجات عندك صغيرة في الشنطة زي مثلا الشواحن او الهيدفون او الحاجات دي. ودي علبة تقدري انك تستخدميها لحفظ كل انواع التسالي واستخدامها، وكمان من مميزاتها ان هي بتحفظ لك عليهم من التعرض للهواء. معانا كمان المنظم ده، المنظم ده تقدري انك تستخدميه في تنظيم الادوات بتاعة التنظيف من مقشات او مكانس، تقدري طبعا ان انت تحطيه على الحيطة بدون اي لزق دبل فيس، وكمان بدون ما تخرمي في الحيطة. المنظم ده بيتعلق عن طريق الضغط، تقدري ان انت تحطيه على قطعة سيراميك عندك في المطبخ او ودي عبارة عن فرشة طويلة بسلك، تقدري ان انت تنظفي بيها الاواني والاطباق بتاعة المطبخ من الدهون ومن بواقي الاكل، بتساعدك على تنظيفهم في اقل وقت وبابسط جهد. ومعانا كمان المقبض ده، وهو عملي جدا، تقدري ان انت تحطيه على اكتر من مكان، مثلا تستخدميه في الفتح والقفل، وكمان تقدري ان انت تستخدميه كحامل كمان في المطبخ، وتعلقي عليه بعض انواع الاواني او الطاسات او الصواني. مميزاته كمان ان هو بيتلزق بالضغط.
ومعانا كمان الاداة دي، وهي اداة صغيرة جدا جدا في الحجم، وهي عبارة عن زي شماعة بلاستيك تقدري ان انت تحطي عليها الاحذية عشان تجف، وكمان تقدري ان انت تنظميها في اكتر من مكان على حسب استخدامك. ودي بتكون شنطة من خامة الووتر بروف وبلاستيك كمان، تقدري ان انت تحفظي فيها البطاطين والالحفة والمفروشات اللي بتكون زيادة عندك، وكمان تقدري ان انت تخزني فيها الملابس، بتحافظ لك عليهم طبعا من الاتربة او من المية. وده عبارة عن كوب سيليكون سهل الطي، تقدري ان انت تستخدميه لما بتكوني برا البيت، ده بيساعدك طبعا على انك تحطيها في الشنطة، مش بتاخد مساحة خالص، وكمان بتقدري ان انت تعقميها من خلال المية السخنة، ويبقى الكوباية دي بتاعتك استخدامك الشخصي. معانا كمان القطاعة دي، وهي قطاعة حادة بنقدر ان احنا نستخدمها في تقطيع البطيخ بالشكل ده، بتخلي شكله بيكون عامل زي الايس كريم، الاطفال هيحبوها جدا. ومعانا كمان الشماعة اللي بيكون حجمها صغير جدا جدا، بتبقى عاملة زي المشبك كده من خامة الاستلس. طبعا الشماعة دي بتساعدك على انك تنظمي الدولاب من حيث ان انت تنظمي عليها البناطيل او الجيبات، وكمان بتخلي شكل الدولاب بيكون منظم جدا ومرتب، ومش مش بتخلي الهدوم بتاخد مكان، بتحافظي كمان على ان انت تحافظي على المساحة جوه الدولاب بتاعك. ودي فرشة جميلة قوي متعددة الاستخدامات، الفرشة دي فيها مكان تقدري تحطي فيه الصابون السائل بتاعك اللي بتستخدمي بيه، وتقدري ان انت تغسلي بيها اكتر من حاجة على حسب احتياجك. ومعانا كمان الاداة دي، وهي اداة تنظيف الغبار، الاداة دي بتكون عملية جدا، بتساعدك ان انت تتخلصي من الغبار والاتربة في الاماكن اللي بتكون عالية. وده منظم برضه من 4 خانات من خامة الاكليريك، تقدري ان انت تحطي فيه التوابل بتاعتك، او كمان ممكن تحطي فيه مخللات مشكلة. وده باسكت من خامة البلاستيك، تقدري ان انت تحطيه في التويلت او في اي مكان مثلا في الغرفة، وتقدري تحطي فيه الملابس، وكمان سهل الطي. وكمان معانا المنظم ده، من وجهة نظري ان هو عملي جدا، تقدري تحطيه على اليونت بتاعة التي في، تقدري تدخلي فيه كمان المشترك بتاع الكهرباء والريسيفر وكمان الراوتر مثلا، طبعا ده بيلملك حاجات كتير، وكمان هو بيكون جيد التهوية لان الحاجات دي بتبقى محتاجة انها تتهوى كويس. هتكلم معاكم عن ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات المنزلية الرائعة دي، طبعا ده بيختلف على حسب البلد اللي انت بتكوني موجودة فيها. في عندك اكتر من اوبشن، مثلا في عندنا موقع زي موقع علي اكسبريس، موقع علي بابا، المواقع دي مواقع صينية وبيكون موجود فيها المنتجات المنزلية دي كلها، وكمان بيكون موجود عند اكتر من بائع، وكل بائع بيكون ليه سعر مختلف عن البائع التاني. فلو انت في بلد متاح لك ان انت تشتري من خلال المواقع دي وانها توصل للبلد بتاعتك بدون ما تدفعي جمارك زيادة، طبعا تقدري ان انت تعملي ده. ولو حابين ان انا اساعدكم من خلال اي منتج انت محتاجاه، تقدري ان انت تقولي لي هو في الدقيقة الكام في الفيديو، وانا هجيب لك اللينك بتاعه من خلال الموقعين دول. وكمان في عندك موقع زي موقع امازون، طبعا موقع امازون معروف وموجود في اكتر من بلد، برضو من خلاله تقدري ان انت تشتري الادوات المنزلية دي. وبالنسبة بقى ان في بعض البلدان بيكون موجود فيها جمارك، فموضوع الجمارك ده طبعا بيخليك ان انت لو هتشتري اي حاجة من موقع بره مصر، الحاجة لما هتيجي توصلك انت هتدفعي بالسعر اللي موجود قدامك على الموقع، بس لما الحاجة تجيلك هنا عند الجمارك، الجمارك بيقيموا قيمة المنتج، وطبعا سعر المنتج بتلاقي ان هو بقى سعره غالي جدا. طيب البدائل بتاعتك ايه؟ البدائل ان انت تدوري على المستوردين او على البائعين اللي بيقدروا ان هم يجيبوا كميات من المنتجات دي وبيبيعوها هنا طبعا بسعر اقل. وهرشح لكم بعض الطرق اللي تقدروا ان انتوا تجيبوا منها المنتجات دي. زي مثلا عندنا في مصر بيكون صعب جدا ان انت تقدري تطلبي المنتجات دي من بره مصر، وان انت تجيبي المنتجات اللي انت عاوزاها، لان هتدفعي عليها جمارك كتير زي ما بلغتكم. فالحل هنا ان احنا هنشوف مثلا مكان زي النزهة الجديدة، دي بيكون فيها مستوردين كتير جدا بيجيبوا الادوات المنزلية الحديثة اللي احنا بنشوفها كلها على النت، بتكون موجودة هناك في النزهة الجديدة، محلات هناك بتكون كتير جدا، تقدر ان انت تروحي بنفسك وتختاري المنتجات اللي انت عاوزاها، او تقدر ان انت تدوري على اسامي المحلات وتاخدي الارقام بتاعتهم وتطلبي الاوردر اللي انت عاوزاه وبيوصلك لحد باب البيت.
وكمان في عندنا اوبشن تاني ان بعض المنتجات دي بتكون موجوده على امازون مصر برضو، ده من خلالها تقدري ان انت تطلبي الاوردر على طول يوصلك لحد البيت. وطبعا امازون موقع معروف وموثوق، يعني لو المنتج فيه اي مشكله او ما عجبكيش تقدري ان انت ترجعه لهم تاني وبتستردي الاموال بتاعتك مره تانية. وكمان بيكون في بعض الجروبات وبعض الصفحات اللي بيبيعوا الادوات المنزليه دي برضو بتكون باسعار كويسه. طبعا الاسعار بتاعت التجار والصفحات طبعا الاسعار بتاعتهم بتكون اقل بكتير قوي لو انت فكرتي ان انت تستوردي لنفسك المنتجات دي، لان انت هتدفعي وقتها جمارك وشحن مبالغ كبيره جدا. فتقدري من خلال الصفحات او الجروبات دي ان انت تقدري تطلبي من خلالهم المنتج اللي انت عاوزاه، ولو كان موجود عندهم هيبلغوكي بالتفاصيل بتاعته، ولو مش موجود ممكن تساليهم هل يقدروا ان هم يوفروا لك المنتج ده ولا لا. وطبعا احب اكد عليكم ان انتوا الصفحه اللي انتوا هتفكروا تشتروا منها ياريت تكون صفحه موثوقه او عليها ريفيوز كويسه من عملاء تانيين قرروا ان هم يشتروا منهم ولقوا ان التجربه بتاعتهم كويسه، لان في بعض الخامات ساعات بتكون عند بعض الناس بتكون خامات المنتجات نفسها مش كويسه، فبالتالي المنتج بتلاقي ان هو مش صالح للاستخدام اصلا. فارجو ان انت تتحري الدقه من المكان اللي انت هتشتري منه سواء كان من محل، طبعا انت لو روحتي المحلات بنفسك هتشوفي تقدري ان انت تشوفي المنتجات وتقدري ان انت تقيمي المنتج ده جودته كويسه ولا لا، وتقدري ان انت كمان من خلال الصفحات برضو ان انت تتفقي معاهم انا حابه ان انا اشوف المنتج قبل ما استلمه قبل ما ادفع، لو كان عجبني هدفع المصاريف بتاعته، او ان انت ترفضي الشحن لو الخامه بتاعته ما عجبتكيش وتدفعي مصاريف الشحن بس. اتمنى لو وصلت معايا للجزء ده من الفيديو ان انت تكوني اشتركت معايا في القناة، ولو عجبك الفيديو بتاعي تدوسي على زر اللايك وتستني معايا كل فيديوهات جديدة ان شاء الله، بننزل فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة اللي بتهم كل ست بيت فانها بتنظم وبترتب البيت بتاعها. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من الادوات المنزلية، مع الف سلامة.